قاسم شباب كاتب إقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الخميسات. أولا أشكر إخوة ممثلي الصحافة المحلية على حضورهم في هذا الحدث اللي هو حدث نقابي وحدث نضالي بامتياز، اللي جاء في سياق الرد على المنهجية اللي سلكتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في تدبير الحركة ديال النساء ورجال التعليم على المستوى الوطني، واللي فعلا أن هذه المنهجية الانفرادية اللي كانت عندها آثارات سلبية لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى كذلك الإقليمي، باعتبار أن هذه الحركة كانوا عندها ضحايا كذلك من نساء ورجال التعليم لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي. وكرد على هذه المنهجية الانفرادية اللا ديمقراطية في تدبير هذه الحركة وما كذلك نتج عنها من انعكاسات سلبية على نساء ورجال التعليم، أولا نقابتنا على المستوى الوطني أصدرت بيانا ترفض فيه هذه المنهجية في تدبير الحركة لأنها تتعارض حتى ما جاء في دستور 2011 باعتبار أن النقابات هم شركاء اجتماعيين، وكذلك تترفض هذه النتائج نظرا لأنها فيها واحد الحيف كبير وكذلك انعكاسات سلبية على نساء ورجال التعليم. وبالتالي كذلك نحن على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الجهوي قررنا بالتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية أن ننزل أمام المديريات الإقليمية وأمام كذلك المديريات الجهوية وصولا إلى وزارة التربية الوطنية للاحتجاج والتنديد بهذه المنهجية الانفرادية لا ديمقراطية الغير شفافة في تدبير الحركات الانتقالية على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي، وكذلك لمطالبة الوزارة للتراجع عن هذه المنهجية وبالتالي تبني منهجية ديمقراطية وشفافة يتم من خلالها إشراك الفاعلين النقابيين الأكثر تمثيلية. كما نتوجه إلى المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية بالخميسات، نتوجه إليه بنداء من خلال هذه الوقفة النضالية التاريخية لنساء ورجال التعليم لكي نقول له أولا على أن يمد النقابات الأكثر تمثيلية بجميع المعطيات التي تتعلق بالحركة المحلية، سواء تعلق الأمر بالخريطة المدرسية، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية، وكذلك أن يستدعي النقابات الأكثر تمثيلية ويجالسها ويتقاسم معها المعطيات.